فقال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة الجوع، ويكون الجوع أشد في اليوم الشائت البارد، فمن وفق في إطعام الفقراء العمالة المساكين الفقراء البائسين المنقطعين، من استطاع أن يطعمهم في الصيف والشتاء أفلح، فإن استطاع أن يطعمهم في الشتاء وقد اجتمع عليهم الجوع والبرد كان أقرب إلى الخير والفلاح. وما زالت العرب منذ أن كانت تحب إطعام الطعام، وعرفت العرب كما قرأت في تاريخها حاتم طي كيف خلد الله ذكره إلى اليوم والناس تذكره مدحا، ولم يكن حاتم الطائي يرجو جنة ولا يخشى نارا، وإنما كان يريد الذكر وقد أعطي الذكر. وقد ذكروا عنه أنه كان في يوم شائت بارد مظلم، ليلة مظلمة، وليس في القرية التي كان يقطنها شيء يطعم، والناس في دورهم يتضاغون جوعا، وهو وزوجته ماوية وأولاده على الحال نفسها ليس عندهم شيء. فجاءت امرأة معها صبية وطرقت بابه تستنجد به: يا حاتم يا حاتم. فلم يجد كما قال الرواة إلا فرسه التي لا يملك غيرها وهي عتاده في الحرب والسلم، فنحرها ثم أوقد نارا عظيمة ثم قطعها أي الفرس ووضعها على النار، ثم دعا أهل القرية كلهم ثم أخذ يطعمهم يعطي كل منهم قطعة في ليلة شاتية ذات جوع، وأعطى زوجته وأعطى بنيه، لكنهم قالوا هو نفسه لم يطعم منها شيئا ونام على جوعه، ولهذا خلدت العرب ذكره إلى اليوم، وضربوا به المثل في قضية الكرم. ولا مع ذلك عرف التاريخ الإسلامي من هو أكرم، لكن دائما المتقدم يصعب أن يلحقه أحد. الله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في الدواب الحيوانات من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أباه وأمه، لكنه في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. والإحسان إلى اليتامى من أعظم القربات، ويكفي قول الصادق المصدوق: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفي الحديث: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. وما زال الإسلام في القرآن وفي السنة وفي أخبار أهله الحث على رعاية اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، فيتأكد ضعفه بيتمه ويتأكد حقه بقرابته. ولا ريب أن إطعام اليتيم قريبا أو غير قريب كل ذلك فيه أجر، لكن إن وجد يتيم قريب أولى بالإطعام من اليتيم البعيد إن تعذر الجمع بينهما. فالله عز وجل عظم حق القرابة، قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة في أول دخوله إليها بعث إلى أخواله بني النجار أن يكونوا معه، يريد أن يكرمهم بها لأنهم أخواله، فأولى هم بعزه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة بلغ من المسكنة كأنه لصيق بالتراب حتى لا يجد بيتا يواريه. والآيتان في عمومهما حث على فعل الخير، حث على الإطعام، حث على رعاية المساكين والأرامل واليتامى والفقراء والمعوزين وذوي الحاجات، كل ذلك جاء الإسلام بحسن الصلة بينهما. قال